السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا في تجديد حلقة جديدة. اليوم راح نلعب لعبة جاست كوز فقط العدالة أربعة. طبعا هي موجودة في إيبك جيمز مجانية. اليوم راح نلعبها نجربها وخلينا نشوف التجربة الأولى. هي لعبة تختيم، إذا عجبتنا راح نكمل فيها. طبعا أهم شيء ما تنسى تحط لنا لايك والاشتراك. استناك اليوم في تجديد حلقة جديدة الساعة 6. خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. حلو. فقد الاتصالات. عم بسمعك منيح وواضح، رح أقوم بمتابعة تقدمك من محل آمن. أيوة. أوكي، وهلأ لوين؟ هيديك الأضوية بالوادي، روح صوبة. هيديك الأضوية بالوادي، روح صوبة. هلا. ده عم نأكل لبنانة. هيدا برج كبير. وعد إسبينوسا بأنه رح يغير العالم وما رح يكون في أي نوع من الأعاصير، وأغلبية سكان سوليس صدقوه. ما بقى رح يشكل مشروع يابا خطر ميرا. إذا نجحت خطتك رح تنجح. بعتمد إن أنا أقدر أكثر من ذا. نجحنا. منيح. الحق هود الأساطر وبتصير وجه بوجه مع جماعة العقاب الأسود. واجهنا العقاب الأسود وجه بوجه من قبل. انطلقنا. أتوقع هيك الحركة تبعيته. مسموح الاشتباك مع العدو، رح نبعث فرقة هلا. راح ضب سلاح. ما كنتوا مبسوطين ابدا اني تدخلت. العقاب الاسود هن مقاتلين مدربين تدريب عالي كتير ومملوكين كلهم من اسبينوسا. جيشه الخاص. واحد كتير منيح كمان. مش منيح كفاية. العدو وقف الاشتباك، خليكن منتبهين من اشتباكات تاني. نعم نظم صفور. شايف هودي الصخور. انت على الطريق الصح، فيك تقطع؟ ما تعتقل. ما تتكيل الهم. طيار الهدف وقفوا هلا. واو 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 جد واو. طريقة الحركة فيها كتير خرافية. ما توقعت هالدرجة هي. واو. يعني لو بالحقيقة مستمتع أكثر هيك ما في. أنا بمشروع يابا. ريكو، في لوحة تحكم بأعلى المبنى. ما بعرف كيف طريقة. رايد، في عدو بالمنطقة. علم، العدو بالموقع. في
استعمل هيدي الفتحة تطلع لهونيك. خدام الجوي بالطريق. لكل فرق العقاب الأسود استعدوا لمعلومات زيادة. لائح الوحدة التحكم، انت ما بدك تكون هون بس يبلش الاختبار. رح اوصل. اوكي ميرا، لقيت لوحة التحكم. وصلني فيها وبحدد لك موقع اسبينوسا. الهدف باخر موقع معروف. صرتي موصولي ميرا. استعد، خليك قريب من لوحة التحكم والا رح اخسر الكونكشن. اوكي لا انت عطلن وبس، ورح لاقي باسرع شي ممكن. عم بجربوا ليدي. في كتير عقاب أسود هون. عم بمرق بالبوابة. هدي حالك كم ثانية بعد ورح تقدر تتحرك ريكو. أنا عم فتش عليه. خدي وقتي. وين خدي وقتك؟ هونيك لقيته، مكتبه قريب من راس البرج. كل هيدا وهو فوق ال وين؟ بس وحظه انه بقي عايش كل هالوقت. منو رجال عادي سينيور اسبينوسا. لازم نتأكد كمان. اوكي سينيور اسبينوسا. تنشوف شو ممكن يعمل مشروع يابا. اوكي سينيور. بده كم دقيقة تيوصل المركز لقوته الكاملة؟ تعتقدي فيك تلهي شوي لوقتها؟ هون القائد موراليس، في شي خطر جاي على الموقع. شغلوا دفاعات إيابا، جهزوا كل أبراج المدفعية.
وفي ايه المرأة يا رجاله اللي كانت مع ريكو بالمطار كانت مثل ما انا مفكر؟ ايه تم بهالشي بترجاك بكل سرور. وات Discourse. Just goes. Rico, Mira, Mark. Red the please. Mira. Red, Rico. بترجاك رد. ميرا ريكو يا ربي بعدك طيب مش قادر احدد موقعك. ايه انكسر الشنغل وكمان بدلة الطيران والباراشوت ويمكن كم ضلع لازمني صار شوي تصليحات. عندي معدات بأبيسمو. وين موقعك؟ بالغابي ما بعرف. رح ودي لك الاحداثيات بتمنى يمشي الحال. اوكي بشوفك عن قريب. يا ربي تمام بيكون اكتفينا ان شاء الله. فيديو جاي بنكمل لكم باقي السلسله واذا عجبتكم اعطونا لايك عشان نكمل شو رح يصير معنا احداث خلال لعبه Just Cross العدالة فقط. بس كلنا نخلص الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لما ما يكون شنغلي معي كأنه ناقص قطعة من جسمي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.